من جديد حياكم الله مع انطلاق العهد السياسي الجديد بين مختلف القوى السياسية الفاعلة والقابضة على المشهد. تتوالى مبادرات الجمع بين الشركاء وآخرين، لم يصدر منهم موقف حتى الآن حيال جملة التطورات المنبثقة إزاء تشكيل ائتلاف إدارة الدولة ومخرجات جلسة الأربعاء. لكن المشهد المغاير للمدة الماضية أقرب السيناريوهات والمتمثل بوضع استراتيجية جديدة للعمل السياسي تستثمر الفسحات الزمنية قبيل جلسة مرتقبة تستكمل فيها الرئاسات، لكن ما يقلص من مساحة الوصول عند النقاط المشتركة اللي يبدأ بها تنفيذ المتأخر من الاستحقاقات عتبة قصر السلام المنقسمة بين أحزاب الشمال. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، صار واضح عند جميع المتابعين والمهتمين بمصالح المواطن أن بقاء الوضع على ما هو عليه بين مد وجزر بالخلافات ما تنفع الشعب ولا تبني دولة. بالنتيجة سعي الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة وتحدي الصعوبات لهو أمر مرحب به من قبل الكل. فالحكومة الجديدة بمرشحها محمد الشياع السوداني دأبت على عدم إقصاء طرف أو تغييبه، لأن بالنتيجة أدركوا حجم التنازع كيف أسهم بتأخير العملية السياسية. طبعا الجدير بالذكر أن مرشح رئاسة الوزراء عندما عرض برنامج الحكومة على الفرقاء عده المهتمون والمراقبون بالخطوة المباركة، ودلالة على مشاورة كل الأطراف ومشاركتها بقبولهم بالمنهاج المقدم. إذا المشاهدين الأحبة، ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا ويا ضيفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. الأيام الثقيلة اللي رقدت بها الحوارات وخيم الانغلاق على المشهد سرعان ما نفض الغبار عنها بعد الجلسة النيابية اللي حركت المياه الراكدة، وكانت يعني حلقات الجمع السياسي شيعية شيعية أم كردية كردية، فهي تصب عند إنجاز المتأخر من الاستحقاقات. مشاهدي الأحبة، خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلنا علي حبيب. لا يزال قطار المفاوضات بين التيار والإطار يسير نحو حل الخلافات المرحلة لإنهاء حقبة الانغلاق السياسي التي جثمت على البلاد منذ عام. متغيرات أخيرة أطلت على المشهد وحركت الثابتة منذ مدة، وسرعت في مشوار الإعداد لتوليفة حكومية تكون على قدر التحديات وتتناغم مع الحاجة الماسة في الوصول لحلول مقنعة تفتح مسارات جديدة من التقارب بين القوى الشيعية وبقية الأطراف التي لم تعلن موقفها حتى من الخارطة الجديدة للتحالفات واستكمال الاستحقاقات. الإطار الشيعي أجمع على اختيار شخصية كفوة من الداخل تمثل الكتلة أو المكون الأكبر، فلا بد من دعم هكذا شخصية ودعم أنه السير في اختيار رئيس الجمهورية ودعم أنه ممثل الشعب في اختيار الكابينة الحكومية من خلال أنه التصويت لها. خارج بغداد وإلى الشمال تحديدا المشهد لا يزال مطاطيا، فلم تهدأ رياح التنافس بين الحزبان الكرديان على منصب رئاسة الجمهورية حتى مع استئناف البرلمان أعماله، فمشوار تسمية ما تبقى من الرئاسات متوقف بين جبال الأقليم، والمنصب لا يزال في خانة الإبهام. وقد تنحل هذه الأزمة بين الطرفين عبر ترك الاختيار لمجلس النواب. بنفس الوقت هنالك ضغط من الإطار التنسيقي بضرورة أن يكون هنالك توافقا كرديا كرديا على مرشح تسوية في هذه القضية، لكن مع ذلك الإطار التنسيقي قد أشار إلى ملاحظة جدا مهمة، أنه إذا ما فشلت القوى الكردية بتحقيق أو الاتفاق على مرشح تسوية لربما سوف يعاد سيناريو عام 2018 ويأتي الحزب الديمقراطي والاتحاد كل بمرشحه، وبالتالي سوف يكون هنالك تصويت داخل حقيقة الفضاء الوطني. فهذه الحراكات المستمرة لمختلف القوى قربت من مساعي إنهاء فصول الانسداد والتقاطعات والتأسيس لمرحلة جديدة مبنية على التوافق والإدارة المشتركة بغية تسريع وتيرة تنفيذ الاستحقاقات وإبعاد البلاد عن المنعطفات الحرجة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيوفي الكرام الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حياك الله دكتور ضيفا كريما. وكذلك أرحب بضيفي الكريم أستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات، حياك الله أستاذ علي. وكذلك سينضم معي عبر سكايب السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية. أبدأ مع حضرتك دكتور، عندنا متغيرين جديدين بالعملية السياسية بعد أنه وصلنا سنة انه ماكو تشكيل حكومه، البرلمان معطل، كثير من المفاصل غابت، وعلى هالرنط حين اجناعم الملفين المتغيره، جلسه البرلمان وتحالف اداره الدوله، شفنا اكو تحركت المياه الراكده، يا ترى هسه بالجلسه الاولى لما مضت نترقب بالجلسه الثانيه ايش راح يصير؟ هذا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، انا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام وضيفك الكريم استاذ علي. فيما يتعلق بالجلسه القادمه والترقب يرتبط ارتباط كبير بالاتفاقات الكرديه فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهوريه، باعتبار ان انعقاد الجلسه هو مهم ولكن المحافظه على مخرجات هذه انعقاد هذه الجلسه هو الاهم، باعتبار ان الجلسه اثمرت عن وجود تحالف حقيقي جديد فيه رؤى قد تكون مشتركة ما بين الأكراد والسنة والإطار التنسيقي فيما يتعلق بمستقبل الحكومة وما هي النقاط المهمة التي قد تكون هي مشتركات. فيما سبق كان هناك يعني ضبابية في الموقف المشترك ما بين هذه الكتل الرئيسية، لا سيما أن الإطار التنسيقي لم يكن لديه أي مشتركات مع تحالف سيادة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا توجد هناك أي اتفاقات سابقة. ما بعد وجود ائتلاف إدارة الدولة أصبحت هناك يعني اتفاقات واشتراكات قد تساهم وتساعد في إيجاد حكومة بأسرع وقت، ولكن الأزمة الآنية أزمة ترتبط بفكرة اختيار رئيس الجمهورية، وهذه الأزمة هي أزمة مرتبطة في البيت الكردي حصرا. لغاية الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو متمسك بفكرة أنه يكون المرشح حصرا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالرغم من الاتحاد قد يقبل بفكرة التوافقية وإيجاد مرشح للتوافق كمرشح توافقي، ولكن نعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوف يصر على فكرة أنه هذا المرشح مو ضرورة يكون السيد ريبر أحمد، ولكن المرشح يجب أن يكون هو مرشحا للحزب الديمقراطي الكردستاني. والمفاوضات القادمة نعتقد قد تفضي إلى حل، باعتبار أن يعني المساومات ما بين الحزبان أو الحزبين عفوا لا ترتبط فقط بمرشح رئيس الجمهورية، هناك كابينة وزارية وهناك استحقاقات كردية قد يتم المساومة والاتفاق إيجاد مخرج. طيب أوجد ترحاب حضرتك أستاذ علي، نتحدث عن ما ينقص هذه التشكيلة هو وجود التيار الصدري، رغم وجود مسارات للتفاوض والتباحث وإطلاع السيد مقتدى الصدر على مجريات ائتلاف أو تحالف إدارة الدولة و مخرجات العملية السياسية، ولكن نتحدث عن الاستجابات كيف تنظر إليها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لك ولضيفك الكريم. مساكم الله بالخير. ولجمهورك وللعراقيين جميعا. يعني حقيقة بعد هذا المخاض العسير وهذا الانسداد الذي طال أمدا، ربما لاح في الأفق انفراجة بسيطة وهو انفتاح الكتل فيما بينها وتشكيل ائتلاف إدارة الدولة واللي يضم أكثر من 220 نائب أو أكثر، وهذه في إطار العملية السياسية قد تكون انفراجة لن يسبق لها مثيل وإن جاءت متأخرة، ولكن نحن اليوم بحاجة إلى مثل ما صار هذا ائتلاف، بحاجة إلى ائتلاف القلوب، لعل القلوب المتخاصمة لا زالت منغلقة على نفسها ولم تتح الفرصة لحد هذه اللحظة لإذابة الجليد، رغم أننا دخلنا في الفصل الشتاء. على العموم البوادر أو تبشر بخير بأن هناك قادم الأيام قد يكون أفضل من ماضيها، إذا ما عرفنا بأن هناك انفتاح حتى على التيار الصدري الذي بدأ متفهما لهذا التأزم الذي دخل نفسه فيه، وربما أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من انفراجة شديدة تلوح بالأفق، باعتبار أن اليوم كل الكتل السياسية أصبح لديها قاسم مشترك بضرورة الخروج من عنق الزجاجة وضرورة التوافق على حكومة أيا كان مسمياتها. ما يهمنا في المرحلة القادمة هو كيف نستطيع إقناع السيد الصدر بأن يجب المضي بتشكيل حكومة، لا ينبغي البقاء على هذا الانسداد ولا على هذا الترنح، باعتبار أن هناك ضاغط داخلي وضاغط خارجي قد يكون له الأثر السلبي في سر العملية. نعم طيب
أستاذ أحمد الهركي وجدت الحاوي بحضرتك تنضم عبر سكاب من السليمانية عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. يتحدث السيد الهركي عن الموقف الكردستاني، يعني جلسة برلمانية مقبلة من المؤمل أن يكون فيها اختيار لرئيس الجمهورية، وأيضا من المؤمل أن يتم بها تكليف مرشح تحالف إدارة الدولة لتشكيل الحكومة. الكتل الكردية حسمت أمرها، ماذا بشأن التفاوض واللقاء الأخير الذي حصل في كردستان؟ حضرتك مشاهدين قناة الأيام الكرام وضيوف الكرام، حياكم أستاذ العزيز. فيما يخص جزئية البيت الكردي، كان هناك الاجتماع الأخير عقد بين السيد بافت جلال الطالباني والسيد مسعود البرزاني في 19 أيلول الماضي، وهناك أيضا يعني هناك جزئية البيت الكردي، هناك بعض يعني أحد الأخوة الضيوف أشار أنها تتعلق بالبيت الكردي فقط. أنا لا أوافق على هذه الجزئية، هناك تداخل فيما يحصل في جزئية البيت الكردي وما يحصل في بغداد. جزئية البيت الكردي الآن الحوارات على المستوى داخل إقليم كردستان بين القوى الكردية، هناك اتفاق أن نذهب بمرشح واحد، لأن هناك حسابات تتعلق بالداخل الكردي، لدينا أكثر من ملف خلافي مع الأخوة في الديمقراطي، لذلك يعني صانع القرار الكردي يدرك أن أهمية أن نذهب إلى بغداد بمرشح واحد. ولكن هناك نقطة أخرى، هذا أيضا ينطبق، يعني هناك محطات في مرحلة الانسداد السياسي، كان هناك جلسة ستعقد في بداية الآب الماضي ولكن كانت هناك اقتحام مجلس النواب. نحن الآن أمام مرحلة جديدة، مرحلة 28 أيلول، وهي عندما كان هناك تجديد الثقة للسيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي في 9 كانون الثاني عندما تم اختياره وكان يمثل مرحلة الأغلبية الوطنية. 28 أيلول الماضي يمثل مرحلة التوافق وإدارة الدولة. هناك مؤشر مهم أستاذ العزيز يتعلق بالنصاب القانوني الذي حضر الجلسة، وهو 235 عضو. ونحن نأمل أن تحالف إدارة الدولة أو بقية القوى السياسية، البرلمان العراقي يتكون من أكبر من 329 عضو، لذلك إن تحقق النصاب القانوني والرقم الذي تحقق في جلسة تجديد الثقة بالسيد محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو رقم جيد، وهذا الرقم ممكن أن يشكل عامل إضافي لحل معضلة رئاسة الجمهورية، وهي يعني ممكن ان يعطي رساله للقوى الكرديه، والوقت يعني نحن ربما الشارع العراقي والقوى السياسيه لا ننتظر مزيد من الانتظار، يعني اصبح الوضع لا يتحمل. اما ان نتفق على مرشح واحد، وان لم نتفق هناك ضمانات ممكن ان يقدمها الاطار، وهنا ايضا دور تحالف السياده محوري وهام، وربما هناك تغير في مواقف تحالف السياده، تحالف السياده الان يتصرف يعني حسب المعطيات الجديده على مسافه واحده من طرفي النزاع، ايضا يعني هناك عودة مجلس النواب لممارسة مهامه، هذا أيضا له مؤشرات إيجابية لحل الأزمة وأيضا يرسل رسالة اطمئنان للشارع العراقي. لذلك إن تحقق النصاب القانوني في تلك يعني المرحلة كما هو العام 2018، إن اتفقنا نحن الكرد خير على خير، إن لم نتفق فالفضاء الوطني العراقي هو الفيصل. وأنا برأيي إن تحقق وإن كانت هناك ضمانات من القوى السياسية الأخرى المشكلة لمجلس النواب العراقي بالتأكيد يعني بحضور جلسة لاختيار رئيس الجمهورية حتى لا يحسب يعني مثلا ربما طرف تكون حظوظه ضعيفه، لذلك يسعى الى عرقله يعني عرقله عقد جلسه رئاسه الجمهوريه. نحن كاتحاد وطني كردستاني جاهزون للخيارين، نتفق على مرشح واحد لاهميه ذلك فيما يخص البيت الكردي نحن جاهزون، واذا لم يتحقق ذلك جاهزون لسيناريو عام 2018. حضرتك تتذكر في تلك الفتره كان هناك مرشحين وفاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن هذا بحاجه الى ضمانات، لذلك على القوى السياسيه الاخرى ايضا ان لا تقف لطرف على طرف اخر. طيب. فيحضروا الى جلسه مجلس النواب ويحققوا النصاب القانوني في تلك الفتره. يعني هاي الضمانات ما تحققت في الجلسه التفاوضيه اللي حدثت في كردستان مؤخرا قبل يومين؟ نعم استاذ، ما سمعت حضرتك زين. تتحدث عن وجود ضمانات حتى نمضي في اختيار رئيس الجمهوريه، هاي الضمانات ما تحققت في الجلسه الاخيره؟ نعم، يعني ربما الجلسه الاخيره كان هناك يعني مثلا اذا تلاحظ خطاب السيد محمد الحلبوسي وهو رئيس مجلس النواب في نفس الوقت هو يعني كتل التقدم لديها مقاعد كثيره ضمن تحالف السياده بصوره عامه. يعني ما نقصده هنا ان يكون هناك ضمانات بحضور الجلسه وعدم القيام بدور معرقل، يعني ربما نتحدث عن ثلث معطل بصوره اخرى يختلف عن الثلث الضامن في مرحله عندما كان الاتحاد الوطني والاخوه في الاطار لديهم في مراحل سابقه. في المرحله الحاليه اذا لم يكن هناك من يعرقل الجلسات نحن نرحب بهذا الحل، ولكن الان نلاحظ تغير في خطاب السياده، تغير في خطاب السيد محمد الحلبوسي، ربما اذا توفرت الاراده
اراد ان نستطيع يعني من ربما يستطيع الاطار ان يرسل رساله الى البيت الكردي. القوى السياسيه مجتمعه طيب. ترسل رساله. اسمح لي استاذ احمد يعني هذه الاشتراطات والضمانات دكتور نتحدث عنها في النظم السياسيه، تشكيل هكذا تحالف بحجم تحالف إدارة الدولة، حضور في أولى الجلسات بعد انقطاع طويل 235 نائب، التصويت بنسبة كبيرة جدا 225 و220 نائب يصوتون لتجديد الثقة رئيس مجلس النواب لاختيار النائب الأول، بالتالي هذه المقدمات راح تنطينا فد يعني إشعارات بأن الجلسة الثانية راح نمضي برئاسة الجمهورية على أقل تقدير من ثم من المؤمل التكليف. إيجاد هذا التحالف بهذا العدد وحضور الجلسة بهذا العدد أيضا اللي تجاوز النصاب 220 نائبا هو لم يأتي من فراغ. أعتقد أن الكتل السياسية بدأت تدرك لا سيما الإطار التنسيقي على ضرورة إيجاد نقاط اتفاق ما بين تحالف سيادة وحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي، ولذلك نجد أن هذا الاتفاق الذي جرى ما بين الأقطاب الثلاثة كان مرتكز على نقاط مهمة، وهذه النقاط المهمة التي جرى الاتفاق عليها إذا ما تم الالتزام بها نعتقد أن هذا التحالف سوف يستمر وقد يكون بالمستقبل يعني داعم لتشكيل الحكومة. فيما يتعلق بعملية يعني مساهمة هذا الائتلاف في إيجاد مخرج للأزمة السياسية لا سيما أزمة اختيار رئيس الجمهورية، أنا أصر على فكرة أن الأزمة الحالية وعملية الحل هي في كرة البيت الكردي لاعتبارات. نعطي دليل صغير، إذا ما تم اختيار مرشح واحد لرئيس الجمهورية يعني تستطيع الكتل السياسية أن تعقد الجلسة لاسم النواب الأسبوع القادم. عملية الاختيار أعتقد سوف لن يرفضها لا الإطار التنسيق ولا تحالف سيادة، لا سيما وأن الحزبان الكرديان هما المعنيان باختيار مرشح رئيس الجمهورية. ولكن الأزمة الحقيقية التي تواجه الأحزاب الكردية هو أن فكرة الذهاب بمرشحان يرفضها الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعتقد أن هذه الطريقة تم تجربتها سنة 2018، ويعتقد أنه الآن أيضا إذا ما ذهب كل المرشحان سوف تكون حصة أو يعني سوف تكون المرشح الأوفر حظا هو مرشح الاتحاد باعتبار أن الإطار التنسيقي هو الحليف الأقرب للاتحاد الكردستاني، ولذلك فكرة إيجاد مرشح لرئيس الجمهورية سوف يضطر الحزبان الكرديان إلى يعني الذهاب إلى مرشح توافقي هو ليس مرشحا للاتحاد وليس مرشحا للحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبار أن هذه الأزمة لا يمكن لها أن تستمر لفترة طويلة. الجميع ينتظر بالوقت الحاضر عملية اختيار المرشح لرئيس الجمهورية من قبل البيت الكردي سوف يسهل العمل ويجعل من جلسة مجلس النواب مثمرة. ما فائدة عقد جلسة مجلس النواب بالوقت الحاضر وأهم استحقاق على مستوى التسلسل الزمني هو اختيار رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هو المعني باختيار مرشح الكتلة الأكبر، وبالتالي وجود جلسة مجلس النواب دون الاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية نعتقد جلسة ليست لها أي أهمية. طيب أستاذ علي، تحدث ضيوف الكرام عن مآلات اختيار رئيس الجمهورية، وخصوصا السيد الهركي يعني أوضح أنه ما عندنا مشكلة باختيار رئيس الجمهورية، رغم أن الكثير من الكتل والبرلمانيين يرون أن العقدة هي في اختيار رئيس الجمهورية وتعطلها. حضرتك يعني إذا ما تم تجاوز هذه الأزمة وتم اختيار رئيس الجمهورية، ننتقل إلى موضوعة تكليف رئيس الوزراء بعد إطلاع البرلمان والكتل السياسية على مشروع والمنهاج الوزاري لمحمد الشياع السوداني، بالتالي راح نقدر نشهد تكليف بعد الاختيار؟ نعم، يعني أنا ودي أعرج على موضوع كلش مهم وهو انعقاد الجلسة السابقة برئاسة السيد الحلبوسي أو ما دعا إليه. إحنا نشوف في وقت حرج جدا وفي مرحلة عصيبة، يعني ما كان يفترض لهذه الجلسة أو طرح موضوع إعادة البيعة له كما يفترض أن تسمى. هو أعلن عن استقالته ولكن هو في واقعها كانت تجديد البيعة، يعني هاي النرجسية يجب أن تغادرها هذه الكتل السياسية، وخاصة هو رئيس المجلس التشريعي يفترض أن لا يفكر بهكذا طريقة. وعلى العموم حصل اللي حصل، وأراد أن يوصل رسائل ضمنية ربما للإطار وللتيار ولا حتى لشركائه السياسيين من البيت السني. البيوتات سيد العزيز كلها مختلفة، يعني إحنا لا نضع الكرة أو نضع اللوم فقط على البيت الشيعي أو الإطار والتيار، لدينا خلاف هو اللي يفتح لنا العقدة وهو البيت الكردي.
البيت الكردي كان سابقا ربما هو بيضة القضبان، ولكن بخلافه الواسع والذي يتسع يوما بعد يوم أصبح هو عقدة المنشار. كذلك اليوم عليهم أن لا يتجاوز المدد والأطر الدستورية، نحن لدينا دستور ضامن لهذه الكتل، أما أن تتجاوز هذه المدد ولحد الآن لن يخرجوا بمرشح، مرة يقولون لدينا مرشح تسوية سنفاجئ الجميع به، ثم ما يلبث أن يصرحون عكس ذلك. إحنا اليوم علينا أن نحترم الدستور، إذا الكتل السياسية والسادة النواب لا يحترمون الأطر والمدد فمن يحترمها إذن؟ الدستور أصبح برأيي يعني بصراحة ليس دائما أكثر ما هو مغيب بشكل كبير. لذلك أنا أرى اليوم الذهاب إلى مرشح للكرد سيحل لنا المشاكل، وسننطلق من بعدها اختيار رئيس الوزراء. وأنا أرى في شخصية السيد محمد الشاع السوداني شخصية متزنة، أهم شيء أنه لن تسجل عليه ملفات فساد، هذا الملف الذي طال على أمده على مدى 20 عام، أي وممكن أي مسؤول يتولى المسؤولية تخرج عليه، لكن الرجل تأزر بأكثر من 7 وزارات بين كوزير أو بالنيابة، لكن الصفحة مالته لا زالت بيضاء. إذن هو قد يكون من الشخصيات التي تنقذ الوضع السياسي المتردي والوضع الاقتصادي المتردي، إذا ما عرفنا بأن من أولويات التي طرحها في برنامجه الحكومي بأنه سيبدأ بمحاسبة الفاسدين، وربما سيطبق مقولة أو مبدأ من أين لك هذا. كل هذه الرسائل هي تطمينية للكتل وربما حتى للشعب العراقي، لكن المفارقة تكمن في إقناع التيار الصدري وعلى رأسهم السيد الصدر بأن هذه الشخصية أكثر ملائمة للواقع العراقي. وأنا برأيي بأن زيارة واحدة إلى الحنانة ولقاء السيد الصدر الذي بالفعل هو ليس عليه مؤشر للسيد السوداني بقدر ما هو يختلف في أن خرج من عباءة حزب الدعوة أو الإطار التنسيقي، هذه الجزئية إذا حلحلت ستكون الأمور متوافقة وربما سنمضي بالتشكيل حكومة سريعة، لكن كما قلت على البيت الكردي أن ينهي خلافه وأن يقدم مرشحه وأن لا يطال انتظاره، لأن كل هذه المدد التي مرت أو الفترات التي مرت أضرت بالواقع العراقي ككل. طيب سيد أحمد الهركي، نتحدث عن البرنامج الحكومي اللي قدمه سيد محمد الشاع السوداني إلى النظراء والفرقاء السياسيين كاتحاد وطني كردستاني أو ككتل كردستانية، تم مناقشة هذا البرنامج، حصلت هنالك بعض الاشتراطات على هذا البرنامج خصوصا فيما يتعلق بالمفاصل الجدلية والخلافية؟ بصراحة يعني السيد محمد الشاع السوداني من حيث يعني على المستوى الشخصي والشخصية محترمة، يعني كان لها يعني مناصب عديدة في الدولة العراقية بعد عام 2003، يعني تبول العديد من المناصب التنفيذية، وكان حضور المجلس النواب وعرض برنامجه الحكومي على الكتل السياسية هذه سابقة جيدة، يعني مثلا أن يكون مرشح لمنصب رئيس الوزراء يخاطب الكتل السياسية. لذلك من حيث المبدأ نحن نثق في السيد محمد الشاع السوداني كشخصية محترمة يعني ونزيهة قادرة أن تتصدى المرحلة، وهو أيضا قام بتدارس ربما أخطاء الحكومات السابقة، يعني مثلا لدينا تجربة حكومات سواء من بعد عام 2003 حكومات مجلس الحكم، الحكومات الانتقالية، الحكومات المنتخبة الأخرى، كانت هناك إنجازات، ولكن في نفس الوقت ربما الأداء الحكومي في الحكومات العراقية كان يعاني الكثير من القصور. لذلك من حيث المبدأ هي كانت سابقة جيدة حضور المجلس النواب. الموضوع المواضيع الأخرى المهمة التي تتعلق ربما بالعلاقة بين الأقليم والمركز، هذه حكومة القانون والدستور. يعني أنا برأيي أي مطالب مشروعة للشعب الكردي أو المكون الكردي داخل العراق، يعني إذا تم عرضها على المرشح الكتل الأكبر أو المرشح لمنصب رئيس الوزراء نراها يعني إذا كان ضمن القانون والدستور. وأنا برأيي هناك قصور في هذه الملفات تتعلق بالحكومات السابقة، يعني هناك ربما أشبه بالمشكلة المشاكل التراكمية، ولكن توفرت الإرادة وإن كان القانون والدستور هو الفيصل. أنا أعتقد يعني مثلا الأزمة وإن كانت كبيرة فيما يتعلق بهذه الجزئية يمكن حلها، وأنا أرى أن من مقومات الدولة العراقية القوية هي إعادة تنظيم العلاقة بين الأقليم والمركز. هناك قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز، المادة 140 وملفات أخرى. إن توفرت الإرادة نحن أولا وأخيرا كلنا عراقيين، فقط نحن ربما بحاجة لتنظيم علاقة بين الأقليم والمركز، علاقة تعتمد على الحقوق والواجبات، علاقة غير صفقية، يعني لا كل طرف يحاول مثلا تحقيق مكاسب على الاخر. عندما تكون الصوره واضحه يكون القانون والدستور هو الفيصل، يكون علاقه منظمه، يعني الداخل العراقي القوي المتماسك هو الذي سيكون النقطه الاساسيه لاستعاده العراق دوره الاقليمي في الساحه العربيه والاقليميه والاسلاميه والدوليه. لذلك علينا
يعني لا يكون هناك خوف وهواجس في هذا الملف. كلنا عراقيون يجمعنا القانون والدستور، وانا اعتقد ان توفرت الاراده الوطنيه الازمه حتى وان كانت عميقه ليست بهذه يعني الصعوبه، كل شيء قابل للنقاش والحوار ضمن سقف القانون والدستور. اشكرك شكرا جزيلا سيد احمد الهركي عضو الاتحاد الوطني لكردستان، حدثنا عبر سكايب السليماني، وشكرا موصول لحضرتك الاستاذ علي الصاحب رئيس المركز الاقليمي للدراسات، اثريت الحوار في هذا الملف. تتفضل البقاء معي الدكتور طارق الزبيدي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الاحبه كونوا معنا مجددا، حياكم الله مشاهدي الاحبه في هذا الملف. بعد المحاولات لفك الاشتباك والتشابك في الانسداد من قبل الساعين لمصالح الشعب، جاء دور تنفيذ حكومه خدمات وطنيه على ارض الواقع، وهذا ما نراه اليوم، خصوصا وان هنالك مؤشرات تقول ان انتخاب رئيس الجمهوريه راح يتم قريبا وتنتهي أزمة فراغ السلطة، بالتالي تقطيع أشلاء البيت السياسي بإقصاء بعض الأطراف يعود بالسلبيات على المواطن ومشروع الحكومة المقبلة. خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نطلع على تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلتنا نهى الشمري. لما كان الانسداد السياسي عقبة أمام تشكيل الحكومة المرتقبة، من جانب آخر وخلف كواليس جلسات البرلمان تمضي المفاوضات بين الأحزاب للسعي بتشكيل حكومة خدمات وطنية، كما أراد الإطار الشيعي للحكومة الجديدة أن تمضي بهذا الشكل الذي يخدم مصالح المواطن، إذ انبثق ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع المكونات الراغبة بخلاص البلد من مخاطر فراغ السلطة، سعياً من أعضائه المنضوين تحت هذا الائتلاف بتنفيذ مطالب المواطن. فانضمت جميع الكتل السياسية السنية والكردية مع الإطار الشيعي متعاضدين نحو إرساء قواعد الحكومة المنتظرة وإعلان برنامجها الجديد باستشارة الفرقاء المشاركين. فالإقصاء والتهميش لا يمت لهذه الحكومة المرتقبة بصلة، كونها تمضي على أساس مشاركة كل من يرغب في إنقاذ البلد من منحدرات الانسداد التي عاشها منذ ما يقارب عاما كاملا دون حكومة ولا موازنة ولا حتى قوانين دستورية حقيقية في ظل حكومة غير مكتملة الصلاحيات. فتصريحات الإطار الشيعي ما زالت تؤكد على اشتراك الأطراف المنزوية عن ساحة تشكيل الحكومة بسبب الخلافات المنتهي عهدها والانفتاح مع الجميع دون استثناء. فحكومة الخدمات المرتقبة خطط لها لتلبية طموح المواطن وإنهاء عقد الخلافات التي نخرت جسد العملية السياسية وأعيتها، بالتالي المساعي الرامية لتهديم ما بناه الإطار مع بقية الفرقاء لا مكان لها أمام إصرار انعقاد هذه الحكومة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ علوم السياسة في جامعة بغداد، حياكم دكتور طارق، وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد نزار السلطاني عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياك الله أستاذ نزار. أبدأ مع حضرتك دكتور طارق، نتحدث عن الإقصاء السياسي، يعني جلسة البرلمان بشرت بخير بهكذا عدد وهكذا توجه تصويت أكثر من 200 نائب على قضية معينة ليس بالشيء اليسير، بقي أن ناقشنا من الملف الأول في حالة تكليف سيد محمد الشياع السوداني من قبل البرلمان، ترى ما الدور الذي سيمارسه في تشكيل الحكومة، يعني على مبدأ الشراكة، الإقصاء، يعني تقف معي تقف مع حزبك، كيف يكون الأمر برأيك؟ في حقيقة الأمر الحكومة المزمع تكليفها بقيادة السيد محمد الشياع السوداني أمامها مرحلتين، المرحلة الأولى هي حل الأزمات والمرحلة الثانية تقديم الخدمات. أعتقد فكرة حل الأزمات هي مهمة جدا كمرحلة أولى، باعتبار أن الأزمات الموجودة في البلد هي أزمات متراكمة منذ 2005 لغاية الآن. أكثر المطالب التي تم يعني طرحها من قبل تحالف سيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني هي أزمات يتم ترحيلها من دورة إلى أخرى. فإذا ما استطاعت هذه الحكومة حل هذه الأزمات وتعزيز الثقة ما بين المكونات الرئيسية في العراق، أعتقد هذه خطوة جدا مهمة. يبقى تحدي واحد كبير أمام الحكومة المستقبلية، وهي عملية إرضاء جمهور التيار الصدري وعملية الاستجابة لأهم المطالب الموجودة. أعتقد أن حكومة السيد السوداني تحتاج إلى ضرورة توضيح
ما يعني توضيح الترتب الترتيب الزمني فيما يتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة وما هي الآليات. أعتقد هناك بعض النقاط إذا ما تم توضيحها قد تكون هي رسائل اطمئنان للتيار الصدري، باعتبار أن التيار الصدري واحدة من أهم المطالب هو فكرة الانتخابات المبكرة يجب أن تكون ضمن جدول زمني. فاستطاعت هذه الحكومة أن تحدد منذ يعني منذ بداية تشكيلها أنه الانتخابات المبكرة قد تكون في أيلول 2023 أو قد تكون في نيسان إلى آخره حسب طبيعة الزمان والمكان، إضافة إلى وجود خطة واضحة لفكرة الانتخابات المبكرة من حيث تعديل قانون الانتخابات، موضوع المفوضية. وهذه الخطة إذا ما وضعت وقد تكون بمثابة، حتى وإن لم يستجب لها التيار الصدر، ولكن هي بمثابة رسائل إيجابية بأن هذه الحكومة سوف لن تتخلى عن مطالب التيار الصدري، وقد يتم يعني الاستجابة الضمنية لهذه المطالب. المطلب الثاني والمهم والتحدي الذي قد يكون أمام حكومة السيد السوداني هو فكرة مكافحة الفساد. هذه الأزمة هي أزمة ليست آنية، أزمة كل الحكومات رفعت شعار ضمن البرنامج الحكومي فكرة مكافحة الفساد، ولكن السيد السوداني إذا ما جاء ببرنامج وخطة عمل تختلف عن الحكومات السابقة قد ينجح، لا سيما وأن الظروف مهيئة. كل الكتل السياسية بالوقت الحاضر تقول أنا مع مكافحة الفساد، ولكن مكافحة الفساد تحتاج آليات، وليس فقط آليات، تحتاج دعم. وهذا الدعم مو فقط دعم سياسي، وإنما أيضا يكون هناك دعم شعبي لكي الانتقال بالمرحلة الحالية من مرحلة الأزمة والجمود إلى مرحلة يعني الاستقرار السياسي. طيب، أرحب مجددا بك أستاذ نزار السلطاني. نتحدث اليوم عن شكل الحكومة المرتقب تشكيلها في حال تكليف السيد محمد الشياع السوداني. هسه نوصفها حكومة إطارية، لو نوصفها حكومة إدارة الدولة، لو الموضوع بعد أعمق من إدارة الدولة، حتى من لم يشترك بالعملية السياسية وأعني به التيار الصدري لربما سيكون هنالك مسار للتفاوض والتوافق وإدخال بعض الشخصيات في التشكيل الحكومية. كيف تنظر إلى مسارات التشكيل؟ شكرا جزيلا لك ولبيتك ولمشاهدك. حقيقة حياتي. يعني المعول على الحكومة القادمة أن تكون حكومة، يعني أنا أقدر أشبه بحكومة طوارئ، باعتبار ما نمر به حقيقة هو ظرف طارئ. انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان سبب إرباك كبير وعاد خلط الأوراق وترتيبها بطريقة يعني استقراريتها مو كلش يعني متاحة أمام الحكومة القادمة، وبالنتيجة حقيقة تحتاج هذه الحكومة أن تكون على درجة عالية من الشفافية في إطلاق البرنامج اللي ممكن أن يقنع الشارع العراقي. وإحنا عادة يعني طيلة التشكيلات السابقة من الحكومات لم نرى حكومة تطرح برنامج رقمي للشارع العراقي. نتمنى على هذه الحكومة أن تكون حكومة أرقام، بمعنى أن يكون خط الشروع في كل قطاع من القطاعات يبدأ بأرقام مدخلات وينتهي بمخرجات. على أقل كل 6 أشهر رئيس الوزراء أو الكابينة الوزارية تقدم أرقام قطاعية لمستوى التقدم أو التراجع لكل قطاع من القطاعات. هذا افتقدناه حقيقة لطيلة الحكومات المنصرمة. أما ما الجانب السياسي في تركيبة الحكومة، مؤكد الوضع الطارئ اللي يمر به البلد بالعملية السياسية نتيجة انسحاب أكبر كتلة برلمانية من المشهد السياسي يحمل القوى السياسية مسؤولية إضافية، وهي استيعاب جمهور هذه الكتلة وإيصال رسائل اطمئنان لمسار العمل الخدمي والسياسي معا. وهذا أيضا يحتاج إلى جهد استثنائي من القادة السياسيين ومن شخص رئيس الوزراء نفسه مع متبنيات أو مطالب الجمهور، سواء كان الجمهور التيار الصدري أو الجمهور التشريني اللي تظاهر أمس في ساحات التظاهر. ومن هذا أعتقد أنه التحديات اللي أمامنا في المرحلة القادمة لا أعتقد أنها يعني سهلة وممكنة التفكيك بهذا اليسر اللي نتوقعه،
بالتأكيد يعني تراكمات كثيرة، والتعطيل اللي حصل خلال سنة كاملة من الانتخابات الماضية إلى الآن، الانتخابات الأخيرة إلى هذا اليوم، زاد الأعباء يعني والمشاكل أمام الحكومة القادمة، وتحتاج هذه العملية إلى تكاتف جهود والابتعاد عن قضية يعني التغيير السياسي والتنكيل. وأعتقد أن البرنامج الأخير اللي انطرح يبشر بخير برنامج إدارة الدولة أو التحالف إدارة الدولة. أستاذ نزار، تفضلت أنه يعني تكون القضية قضية بالأرقام. هنا دكتور طارق، نتوقف عند هاي الفقرة اللي طرحها السيد السلطاني. لما عندنا مدخلات وعندنا مخرجات ونكمم الموضوع بلغة الأرقام، طيب ماذا عن المعالجات؟ وإحنا عندنا تجربة في الحكومة الحالية، حكومة تصريف الأعمال، ورقة بيضاء وكذا، ولكن على تقرير لجنة برلمانية ما وصلنا ل 17% من البرنامج الحكومي اللي صار. بالتالي هنا نسائل الحكومة المرتقبة شلون راح تشتغل، يعني خلينا ناخذها بلحاظ المعارضة كيف ستكون؟ هل ستكون معارضة إيجابية تدفع الحكومة بكل تشكيلاتها ما دام أنها لا تكون حكومة شيعية بطبيعة الحال؟ ستكون حكومة في هذه التشكيلة التي وصفتها حضرتك، شلون راح يكون المشهد؟ دائما النجاح ومعيار النجاح لا يرتبط في البرنامج الحكومي. فيما سبق كان هناك برامج حكومية ممتازة ولكن بقيت حبرا على ورق، لم تطبق على أرض الواقع. فضلا عن ذلك، في بعض الأحيان برامج حكومية ولكن تأخذ طابع تنظيري، ليس لها أي إمكانية للتطبيق على أرض الواقع. إضافة إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بالبرامج الحكومية، إذا ما كانت برامج تحظى بإجماع وطني أعتقد سوف تنجح أكثر مما وضع برنامج يتحدد بطائفة معينة أو جهة معينة. فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، نعتقد أن فكرة البرنامج الانتخابي، برنامج الحكومي عفوا، العبرة في النجاح ليس في طبيعة هذا البرنامج وإنما في عملية الاتفاق. نحن نذهب بحكومة متفقة، بمعنى الفريق الذي يعمل في هذه الحكومة هو متفق على نقاط مهمة أفضل بكثير من وجود برامج انتخابية أو برامج حكومية تبقى على الرف. هذه الحكومة إذا ما ذهبت بنقاط متفقة، وخاصة أن ما يعني تسريبات الإعلامية حددت نقاط مهمة تم الاتفاق عليها ما بين الكتل الرئيسية، إذا ما تم تطبيقها بطريقة الجدول الزمني، هذا موضوع مهم. أشار الأستاذ نزار إلى موضوع جدا مهم، موضوع تحديد المدة الزمنية جدا، باعتبار أن عدم تحديد المدة الزمنية قد يعطي مجال للحكومات سواء الحالية أو المستقبلية لغرض الإطالة ولغرض الانتقال من أزمة إلى أزمة أخرى دون معالجتها، باعتبار أن الأزمات الكبيرة في العراق، المشكلة الحالية أن عملية الأزمات دائما ما ترحل، وعملية الترحيل تعقد المشهد أكثر. مثلا في 2005 كان لدينا مثلا على سبيل المثال 4 أزمات أو 5 أزمات، عندما انتقلنا إلى 2010 ظهرت لدينا أزمات أكثر، باعتبار أن الأزمات القديمة رحلت وظهرت أزمات أكثر. بعد 2014 أيضا ظهرت لدينا أزمات أكثر مما سبق، كلما يمضي الوقت كلما تظهر لدينا أزمات، باعتبار مشكلتنا في العملية السياسية، يعني الحكومات ربما أو العملية السياسية لا تقدم تسويات بل تقدم يعني ترحيل لهذه الأزمات كما أسلفت حضرتك، ولكن يوم نأتي إلى الدور الرقابي في البرلمان هذا شيء مفروغ منه، ولكن دور المعارضة كيف ستكون؟ هل ستكون معارضة برلمانية أم أن هنالك بوادر لمعارضة شعبية ومراقبة الأداء الحكومي؟ ابتداء فكرة المعارضة الشعبية سوف تكون قائمة بعد انسحاب التيار الصدري من قبة البرلمان، والذي كان يمتلك يستطيع أن يكون هو في سدة الحكم أو في المعارضة القوية باعتبار يمتلك 73 مقعدا. عملية الانسحاب في حد ذاتها هو يعني طريقة لغرض الانتقال من المعارضة السياسية للمعارضة الشعبية. المعارضة الشعبية سوف تستمر واعتقد، وحسب طبيعة التعاطي، تعاطي الحكومة الجديدة، عملية يعني حدة هذه التظاهرات من عدمها أو الاحتجاجات ترتبط بعملية الاستجابة. ولكن المعارضة السياسية المستقبلية في داخل قبة البرلمان أعتقد سوف تكون من قبل المستقلين، لا سيما أن المستقلين في دائما ما يؤكدون على ضرورة رفض فكرة الاشتراك في الحكومات، ولديهم يعني فكرة أن هناك مشاكل كبيرة تواجه العراق، لا سيما المشاكل لم تحل، وحتى الحكومة الحالية يعتقدون أنها غير قادرة على الحل،
ولذلك هم يستعدون لإيجاد معارضة منذ البدء، منذ بداية تشكيل حكومة. وفكرة وجود المعارضة هو ليس حالة سلبية، بالعكس حالة إيجابية، ولكن يجب أن تكون المعارضة بناءة وليست المعارضة هدامة. فيما سبق مع الأسف في بعض الأحيان كانت المعارضة لا تمارس دور إيجابي، دور بناء. المعارضة يفترض أن تساعد الحكومة في بعض الجوانب وتقف بوجهها في جوانب أخرى. مع الأسف فيما سبق كانت دائما ما نجد أن المعارضة التي كانت موجودة داخل قبة البرلمان دائما ما تقف بوجه الحكومة بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات على حد سواء. أستاذ نزار، يعني لما نتحدث عن هذه الرؤية في تشكيل الحكومة، نتحدث عن مبدأ الإقصاء والتهميش راح يكون حاضر لكل اللي اشتركوا بإدارة الدولة، راح يكونوا مشاركين في العملية السياسية، راح يكون منهم وزراء. طيب إذا صار منهم وزراء راح تكون الإدارة بيد من؟ هل ستكون اشتراطات من رئيس الحكومة المكلف بأن الوزير ارتباطه فقط سيكون برئيس مجلس الوزراء، أم أن السلطة الحزبية والانتماءات الحزبية لكل وزير ستكون هي الحاكمة؟ أنا أعتقد إحنا في مرحلة حساسة وخطرة وتحتاج إلى تفويض يعني كبير للسيد رئيس الوزراء القادم، وبهذا التفويض اللي هو راح يكون محور الأساسي إطاري، أنا أعتقد راح يكون قوي في اتخاذ القرارات ويقدر يحرج كل الشركاء في العملية السياسية إذا ما حصل أي تلكؤ أو إدارة حزبية لأي وزارة من الوزارات. هذه القصة افتقدناها في حكومة عادل عبد المهدي، كان ظهر مكشوف الرجل وحيدا في الساحة، وبالنتيجة تم تأليب الشارع عليه بخلط الأوراق وأجندات خارجية، وبالنتيجة أفشلت حكومته. أعتقد تجربة عادل عبد المهدي أعطى الدرس بليغ للقوى الإطار بشكل خاص، وفي هذه المرحلة أنا أعتقد إذا كان السيد السوداني هو رئيس الوزراء أعتقد يمتلك عمق سياسي قوي داخل قبة البرلمان، وبالنتيجة راح يكون قادر على توجيه المسارات الخدمية وإبعادها عن التخندق الحزبي وعن التدخلات السياسية للأحزاب، وهذا أنا أعتبر يعني قوة رئيس الوزراء عادة في الأنظمة البرلمانية تأتي من قوة وجوده داخل الكابينة التشريعية، وهذا اللي افتقد السيد عادل عبد المهدي. وكذلك الكاظمي أيضا لو نفكك المعادلة بشكل دقيق، يعني المحسوب هسه بشكل أو آخر على التكنوقراط، ولكن بالنتيجة إدارته بها تلكؤ كبير، وأسباب التلكؤ هو محاولة إرضاء كل القوى السياسية على حساب بناء الدولة وعلى حساب تقديم الخدمات للناس، وهذا ما لمسناه من تراجع خطير في الخدمات خلال فترة وجود الكاظمي في السلطة. إن شاء الله. السمات الشخصية أستاذ نزار للمرشح من الإطار أو إدارة الدولة راح تكون حاكمة، بمعنى أن المناصب الوزارية والبرلمانية اللي تسلمها السيد السوداني في الفترات الماضية راح تكون أيضا توفر له الخبرة على أقل تقدير، بالإضافة إلى العلاقات في التواصل الداخلي بين الشركاء السياسيين حتى يتمم المهمة على أتم وجه. يعني مؤكد تراكم الخبرات والعلاقات السياسية و الشخصية المؤثرة بسلوكه بطرحه لمنهج يعني ناضج لإدارة الدولة بناء على تجربة، كل هذه راح تسهم إلى حد كبير في أن نتقدم خطوة إلى الأمام إن شاء الله. وتبقى الخشية الوحيدة في هذه المرحلة هي المعارضة الجماهيرية أو الشعبية اللي التحق بها التيار الصدري وبعض القوى الأخرى، الخوف من هذه المعارضة أن لا تخترق بأجندات خارجية وتخلط الأوراق ويحصل ما لا يحمد عقباه. هذا القلق الوحيد اللي قد يساور بعض الأخوة والقادة السياسيين. القلق في محله،
نعم دكتور طارق، يعني تحدث عن إرهاصات العملية السياسية، يثير الموضوع السيد السلطاني بأنه هنالك تدخل الخارجي، الفواعل الخارجية هسه مرة ويا العملية السياسية، مرة ويا شخص المكلف، مرة ويا السير مع هذه الخلطة الكبيرة اللي تضم مجموعة كبيرة من الكتل السياسية، أم أن هنالك من الأطراف الخارجية من سيتبع نفس الأساليب اللي اتبعها في الفترة الماضية؟ ابتداء التدخلات الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي في الشأن العراقي اختلفت بالقياس إلى 2003 2005 إلى آخره. هناك فرق عندما نتحدث عن تدخلات يصبح هذا التدخل له فعل على الأرض ويغير المشهد، وهناك تدخلات تحاول أن تؤثر. بالوقت الحاضر أعتقد أن جميع التدخلات الخارجية محدودة وليس لها أي تأثير داخلي. التدخلات الدولية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الدولي والأمم المتحدة أعتقد تتعامل مع ما هو موجود، تتعامل مع الجهة الأقوى على المستوى السياسي، ولذلك دائما ما نجد أنه تصريحاتهم تؤكد على ضرورة استتباب الأمن. نعم. ضرورة إيجاد حوار، أكو نقاط رئيسية دائما مشتركات، هناك موقف دولي واضح اتجاه العراق، يريد عراق قوي، عراق مستقر، باعتبار عدم استقرار العراق يؤثر على المنطقة بشكل كامل، لا سيما أن المنطقة أيضا تشهد مشاكل كبيرة وتشهد حروب، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ليس على منطقة غرب أوروبا شرق أوروبا عفوا، وإنما تداعياتها موجودة حتى على موضوع الشرق الأوسط، ولذلك نجد بالوقت الحاضر هناك مشاكل كبيرة وتداعيات لهذه الحرب على المنطقة. نعتقد على صانع القرار أيضا أن يأخذ بالمستقبل ورئيس الحكومة المكلف أن يأخذ بنظر الاعتبار التحوطات للتداعيات اللي قد تكون على موضوع أزمة الطاقة، أزمة الغذاء فيما يتعلق بمحصول الحنطة وغيرها بتفاصيل كثيرة، باعتبار أنه هذه المتغيرات الإقليمية والدولية تؤثر على الداخل. وأعتقد التحديات المستقبلية تحديات كبيرة، ونتمنى للمكلف والمرشح أن يأخذ بنظر الاعتبار من الأخطاء السابقة ويستفاد من التجارب السابقة، ويحاول أن يعني ينهج نهجا جديدا يختلف، باعتبار أنه جميع الحكومات السابقة بغض النظر عن الإيجابيات المحدودة ولكن مع الأسف لديها فشل كبير في موضوع خدمة المواطن. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد، وشكر كثير لحضرتك أستاذ نزار السلطاني عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي أثريت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.